يعني أردوغان بيواصل تصريحاته المستفزة واللي قال فيها أنه الحديث مع النظام المصري مرهون بالإفراج عن قيادات الإخوان ومرسي من السجون، وأنه ليس لديه مشكلة في الحوار مع الشعب المصري باعتباره شقيقا للشعب التركي. يعني الحقيقة يعني لا تعليق بالنسبة لي على هذه التصريحات. خليني أخذ رأي دكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، كيف يعني تحلل لنا أو كيف تقرأ هذه التصريحات التي خرج لنا بها أردوغان؟ والله هي مسألة مثيرة للضحك. في شاعر تركي عظيم اسمه ناظم حكمت، نعم، كان بيتريق على السلطان التركي فقال العقل يأتي متأخرا إلى رأس السلطان التركي، لكن فيما يبدو أن العقل لم يذهب أبدا إلى رأس أردوغان. أنا أعتقد أن أردوغان عنده مشكلة حقيقية، هو أنه يريد أن يتحالف مع السعودية لأسباب اقتصادية، والسعودية تريد أن يتصالح أردوغان مع مصر كسبيل لإتمام عملية حصار للوجود الإيراني في سوريا. لكن أمريكا السيد الأساسي لأردوغان والتي تعطي التعليمات لأردوغان وأردوغان يطيع لا تريد حصار طهران. أمريكا تريد أن تظل طهران لاعبا أساسيا لكي تضغط بطهران على السعودية ودول الخليج وتروعهم وتجبرهم على يعني الاقتراب منها أو الاحتماء بها. يبقى هو لا يريد أن يتحالف مع أن يتصالح مع مصر، لكنه يريد أن يراوغ السعودية. دكتور رفعت حضرتك معنا؟ طيب التليفون واضح ان الاتصال قطع.